جلسة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وطبعا يعني الذكاء الاصطناعي، بس خلفية كده تاريخية عن هذا الأمر. الذكاء الاصطناعي ابتدى العلماء في الحديث عنه من سنة 1943، يعني بقالهم 80 سنة بيتحدثوا عن الذكاء الاصطناعي. ببساطة أنه العقل الإلكتروني بيحاولوا أنه يحاكي العقل البشري. العقل البشري بيعمل إيه؟ العقل البشري بيكتسب معارف وخبرات ومواقف ومعلومات وبيخزنها في العقل، ثم بيجري عليها بعض العمليات والإجراءات البسيطة علشان يطلع النتيجة النهائية. لذلك نقدر نقول أن هذا الرجل عنده خبرة أكثر من هذا الرجل، وهذا الرجل نستمع إليه، وهذا الرجل لا نستمع إليه حاليا لأنه ليس لديه خبرة في هذا الموضوع. استمر الذكاء الاصطناعي، مشكلته أن البيانات مش موجودة كتير، البيانات بصورة رقمية مش موجودة كتير. لما نتكلم على الأربعينات، الخمسينات، الستينات، السبعينات، الثمانينات، لغاية بداية التسعينات لما بدأت ثورة الإنترنت وانتشرت شبكة الإنترنت في العالم كله، ومع انتشار شبكة الإنترنت ابتدى يبقى فيه إمكانية لتوليد بيانات كتيرة. رقمنة المعارف السابقة باللغات المختلفة وموجودة في قواعد بيانات. دخلنا في الألفية الثالثة وابتدت تبقى موجودة شبكات التواصل الاجتماعي، فأصبح مستخدم شبكة الإنترنت ليس متلقيا فقط، ولكن متلقي ومرسل ومستقبل أيضا، لأنه أصبح عنده القدرة على إرسال بيانات كثيرة. دخلنا في الثورة الصناعية الرابعة، وابتدى يبقى في مفهوم اسمه إنترنت الأشياء. الأشياء اللي هي أي أشياء، أي أشياء الآن أصبحت لديها القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت. الأجهزة الكهربائية في المنزل متصلة بشبكة الإنترنت، السيارة متصلة بشبكة الإنترنت، الساعة متصلة بشبكة الإنترنت، الكاميرات اللي في الشوارع، الأنظمة، البنية التحتية للدول متصلة بشبكة الإنترنت، القطاع المصرفي، القطاع الطبي، القطاع التعليمي، كل القطاعات أصبحت متصلة بشبكة الإنترنت، وأصبحت تولد كمية كبيرة جدا مهولة من البيانات. فأصبح يوجد علم اسمه علم تحليل البيانات أو البيج داتا أناليسيس، تحليل البيانات الكبيرة. في نفس الوقت ابتدت القدرات الحسابية للأجهزة الهواتف المحمولة والحواسب الآلية تبقى كبيرة جدا، والساعات التخزينية بتاعتها بقت كبيرة جدا، وابتدت شبكات الاتصالات تبقى سرعتها فائقة جدا. فالسرعات فائقة، والقدرات الحسابية والبرمجية للحواسب بقت فائقة، وكم البيانات بقى كبير جدا. فأصبح الطريق ممهدا أمام الذكاء الاصطناعي ليعمل ويصبح قادرا على إنتاج نتيجة تبهر البعض. وأنا بحط تحت تبهر البعض ثلاث أربع خطوط. برضو إحنا كمستخدمين عاديين للإنترنت ولشبكات التواصل ما كناش حاسين قوي بالذكاء الاصطناعي لغاية نوفمبر من العام الماضي، لما ظهر تطبيق اسمه تشات جي بي تي. هذا التطبيق بالعربي يعني تطبيق معالجة النصوص. هذا التطبيق لديه قاعدة بيانات كبيرة فيها كتب والمراجع والأغاني والأفلام والصور والكتابات المختلفة والبيانات المختلفة مخزنة في قاعدة بيانات. وهذا التطبيق لديه برمجية أو برنامج، أو بيطلق عليه خوارزمية أو خوارزميات. هذه الخوارزميات هي تعتبر العقل الخاص بالذكاء الاصطناعي، قادرة على العمل على هذه البيانات اللي موجودة واستخلاص ومقارنة النتائج ببعضها واستخلاص أمر ما ووضعه في سياق متصل، ثم تقوم بعرضه للمستخدم النهائي. طبعا الناس حصل لها حالة انبهار، ابتدى الناس تتكلم طب هل الذكاء الاصطناعي سيغني عن العقل البشري؟ هل الذكاء الاصطناعي قادر على التعلم ذاتيا ويستطيع أنه يأخذ قرارات ونصل إلى مرحلة سيطرة الآلة على البشر ويصبح البشر عبيد عند الآلة؟ ابتدى الأمر يصل يعني يمد الخط على استقامته بصورة كبيرة. العلماء يقولون أن هذا الأمر لن يحدث. العلماء يعني عايز أقول اللي هم عندهم قدر من الموضوعية، لأن البعض أحيانا بيحاول يهول الأمر ويقول لا ده أنت الذكاء الاصطناعي أنت تسيبه هو هيتعلم وهيبقى أذكى منك وقدرات الإنسان العقلية ستندثر وتنحدر، مقارنة مثلا بالآلة الحاسبة لما ظهرت في أوائل في السبعينيات من القرن الماضي. كنا نجد أن احنا اللي اتعلم قبل ظهور الآلة الحاسبة كان عنده القدرة على إجراء العمليات العقلية
بصورة كبيرة، لكن مع ظهور الآلة الحاسبة كل أغلبنا ركن إليها وقدراته العقلية في الحسابات قلت، ودي كانت في عملية واحدة العمليات الحسابية، فما بال أن احنا نترك عقولنا للذكاء الاصطناعي ليكون قادرا على توليد المعارف وإبداء الرأي واتخاذ القرارات، ده بصورة كبيرة سيؤثر على العقل البشري. الأمر الخاص بالذكاء الاصطناعي داخل في كل المجالات، المجال الدعوي ومجال المحتوى الديني في خطر زي العادات والتقاليد والثقافات المختلفة، لأن القائمين على الذكاء الاصطناعي حتى الآن هو الغرب، الغرب قائم عليه، فالبيانات اللي مدخلها للذكاء الاصطناعي قد تكون منحازة، أو الخوارزميات التي تعمل عليه قد تكون منحازة، لذلك النتيجة النهائية التي ستخرج من هذا الذكاء الاصطناعي ستكون منحازة بنسبة كبيرة. وهم حتى حاليا في الغرب بيقولوا أن الذكاء الاصطناعي الغربي منحاز للرجل الأبيض ضد الملون، لأن 80% أو 85% من العاملين في حقل الذكاء الاصطناعي هم من الرجال البيض، والذكاء الاصطناعي منحاز ضد المرأة لأن 90% من العاملين في حقل الذكاء الاصطناعي في الغرب هم من الرجال، لذلك هو منحاز للرجال ضد المرأة قليلا. الأمور خطيرة فعلا وتحتاج إلى يعني دراسة وبحث وإلى تحرك أيضا، وأنا طبعا بشكر وزارة الأوقاف وبشكر المجلس الأعلى للثقافة، إنه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن يبدأ في العمل في هذا المجال وإثارة الفكرة. المرحلة الأولانية مرحلة نشر الوعي، لابد أن نعي جميعا ما هو الذكاء الاصطناعي، ما هي المميزات وما هي العيوب وإلى أين سيتجه وكيف نستطيع أن نستفيد منه ويصبح معاونا لنا وليس سيدا علينا. في هذا الإطار طبعا أتشرف بوجودي مع حضراتكم، ومعنا الأستاذ الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعانا الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية، والمهندس محمد الليسي استشاري التحول الرقمي وتكلمنا عن الجزء التكنولوجي أكتر، ومعانا الدكتور أشرف نبيل صملوطي الأستاذ بجامعة الأزهر، ومعنا الدكتور عبد الغني الهندي من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هنحاول أن احنا نستمع إلى الطروحات التي سيقدمها السادة المتحدثون، وفي الآخر ممكن نترك المجال لبعض الأسئلة إذا لزم الأمر، ونبدأ بالأستاذ الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر موصول لمصر قيادة وحكومة وشعبا وأوقافا وأزهرا على هذه الاستضافة الكريمة، ثم لطرح هذه الإشكالية حتى تدرس في مؤتمر دولي جمع كثير من العلماء الأمة الإسلامية باختلاف مذاهبهم وأعراقهم وأجناسهم وثقافاتهم لكي يتباحثوا ويتفاكروا في موضوع أصبح أظن أكبر نازلة يعرفها النظر الفقهي المعاصر اليوم، وهي قضية الذكاء الاصطناعي. فقدمت بحث شاء الله أن يتطور هذا البحث الآن إلى مسودة كتاب سوف أقرأ، يعني سوف أطالع أو أتباحث معكم في بعض أفكاره وبعض نقاطه. فأشكر أخي الأستاذ دكتور زياد عبد التواب على هذا التقديم، لأنه استطاع أن يعطي لنا سياق هذا الموضوع، وإن كنا منذ الأمس نحاول أن نلامس هذا الموضوع وأهميته. كان التوجه العام حول الوسائل الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تقريبا محل نقاش ومناقشة بين الأمس واليوم، إلا أن هذه الجلسة تريد أن تسلط الضوء على قضية أخطر من وسائل التواصل الاجتماعي، ذلك أن وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل العصرية الإلكترونية المتعارف والتقليدية هي مبنية على نظام معروف
يسمى بالنظام لوغاريتم الخوارزمي المبني على الحسابات 0101010، ويعطيك المعلومة في خط لينير، في خط ماشي، في خط طويل أو بيسمى بالفرنسي يعني خط بعيد المدى. إلا أن الذكاء الاصطناعي الذي هو ليس اكتشاف عصري اليوم، وإنما كان بالأمس كما تحدث الدكتور من 1923 من العشرينات القرن الماضي تكلمنا عن الروبوت، يعني كان هذا هو الأساس، وهذا كان النقاش ونوقش في وقته عند الفقهاء المسلمين موضوع الروبوت، هل يجوز أم لا يجوز الصلاة بكذا، يعني هل تجوز الصلاة في الطائرة، هل السيارة، هل الساعة، هل الأذان، كل هذه كانت نوازل، وكان طبيعي أن الفقهاء وعلماء المسلمين أن يصاحبوا هذه النوازل وأن يناقشونها وأن يجدوا لها حلا، بما أنها طرحت على المجتمع فكان لازما على النظر الفقهي أن يرصد مثل هذه النوازل ثم يحاولوا التسليط ويحاولوا التصويت والتصوير ويحاولوا التكييف والتنزيل وتعبير مآل الحكم. إلا أنه من شهر نوفمبر، نوفمبر سوف يكون هناك حدث عالمي كبير، وهو اللي تحدث عنه أخي تشات جي بي تي، وهذا الحدث سوف يغير من نظم التفكير البشري، وسوف يطرح الإنسان أمام تحدي كبير اللي هو عقل فوق عقله، بل حتى ذهب أصحاب أرباب الشركات الكبرى العالمية التي تؤطر وتصنع هذه الشبكات والشركات مثل فيسبوك والأمازون وجوجل وغيرها، ويذهبون إلى الكونغرس ويلتقون بالإدارة الأمريكية ويذهبون إليهم ويقول لهم نحن صنعنا غول وحش كبير، أنقذوا، سارعوا، أنقذوا البشرية من هذا الوحش. وأنا أقول خطورة هنا أن هذا العقل الذكاء الاصطناعي هو عقل كبير استطاع بعملية شفت أن يجمع كم المعلومات الموجودة المرقبة في لحظة صغيرة، ويمكن إعادة صياغتها ودباجتها وعرضها في السوق اللي هو الفضاء الأزرق. لا، الخطورة هي أكبر من ذلك، ممكن هذا العقل الجديد الكبير أنه يعلن حرب عالمية ثالثة، هو المتحكم فيها دون الإنسان. وهذا الكلام اللي نحكي عنه كلام جد جد خطير وواقع. أنتم تشوفون الآن الحرب الجديدة، كنا نشوف أفلام ساينس فيكسيون، الأفلام هذه شفناها في نتفليكس وكذا، على إنسان الألفية القادمة، على الحروب الذكية، هذه كل الأفلام التي كنا نراها هي واقع اليوم وهي حروب اليوم، ونرى أن حروب كثيرة في مواقع كثيرة هي حروب تدار من 20,000 ميل، ومن مواقع بعيدة تدار هذه الحروب، وترسل الدرون وتضرب وتعمل وكذا. وأمام هذه الخطورة، هذا الخطر، بدأ يتنبه الفقهاء والعلماء إلى هذه القضية ليناقشوا النوازل المصاحبة لها. وأول قضية طرحت هي مسألة العقود، أي تجوز العقود في العالم الافتراضي الميتافيرس. الميتافيرس هي أنك تعيش في عالم افتراضي وكأنك موجود، بتحمل نظارة، وكل الذي يحمل هذه النظارة يلتقي في قاعة كأنه حضوري وهو في مكان آخر. مثلا هناك كنيسة اليوم يقام فيها صلاة الأحد،
وعند عدد منتسبيها أكثر من 500 مليون اليوم يصلون صلاة الأحد، وكل واحد في موقعه أو في مكانه وفي بلده من خلال نظام الميتافيرس. هذا النظام الميتافيرس أصبح الآن وسيلة لإبرام العقود، فهل هذه العقود ومنها عقد النكاح إذا كان وحصل في العالم الافتراضي أيكون عقدا شرعيا صحيحا أم لا؟ وكثير من المسائل المعاملات سوف تطرح على العقل الفقهي المعاصر، وعليه أن يتجاوب معها، وإلا فشبابنا سوف يذهبون إلى مرجعيات دينية أخرى استطاعت الآن أن تحتل وتنشئ لها مواقع ولا حضور في العالم الافتراضي. إذا قلت لكم أن هناك كنيسة في العالم الافتراضي لها 500 مليون مصلي كل أحد، معناه أن أي جماعة أو أي طائفة قد تختزل وتخطف الإسلام ممكن أن تنشأ لها مرجعية دينية في عالم الافتراضي. فيبقى كيف يمكن للمؤسسات الدينية سواء الرسمية أو المراكز الإسلامية في دول المجتمعات المسلمة أن تعي أولا هذا الموضوع، وأن تعي بأن قد يكون في خطورة إذا لم يستحسن توظيف هذا الذكاء في مصلحة الإنسان، وإلا فإن جماعات أخرى سواء جماعة التطرف والكراهية قد تستغل هذا الفضاء، ومن خلال هذا الفضاء سوف تمرر خطبها وإيديولوجيتها ونظرتها للحياة. وقبل ما أختم أقول أعطي إشارة بسيطة. دكتور زياد، أنت عندما تريد أن تبحث عن أي معلومة دينية على صفحات الجوجل مثلا، وأصبح هذه صفحات جوجل الآن تقليدية، شبابنا أبناءنا لا يتجهون إلى جوجل الآن، كلهم على تشات جي بي تي لأنه يعطيه المعلومة بسرعة ويصنع له الخبر ويصنع له المحتوى بسرعة فائقة ما يمكن تصورها. عندما الآن في صفحات الأنترنت تبحث عن أي معلومة دينية، شوفوا معي التجربة، الصفحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى الصفحة العاشرة سوف تجدها صفحات جماعات تقليدية إما متطرفة أو تراثية منغلقة بالطوائف المختلفة بدون ذكر أسمائها. العقل التنويري أو الطرح الوسطي والطرح الاعتدالي أو المؤسسات الرسمي سوف تجده في الصفحة 15 أو 20، بمعنى أن الشاب الذي ما عنده وقت وما عنده ملكات أنه يعمل مقارنة في المعلومات وفي الدين والفتوى الصحيحة والمعلومة الصحيحة قد يأخذ من هذه المعلومة ويذهب في هذا الاتجاه ويؤدلج في ميليشيات العنف أو في ميليشيات الانحلال. الذكاء الاصطناعي هو واقع وليس خطر بكرة، لأنه منذ شهر نوفمبر العالم تغير، بل صارت هناك اجتماع قمة في بكين في شهر 5 جمعت قيادة الصين قيادة كاملة تشتكي وتتخوف من هذا الوحش، ليس القادم وإنما هذا الوحش الموجود. فإما أننا نصاحبه مصاحبة لطيفة وذكية ونعمل على رقمنة أكبر كم من الكتب والمعلومات، وإلا سوف نرى مولود جديد يؤثر ويشوش على العقل الإنساني المسلم والشاب خاصة. أشكركم وأشكر معالي الدكتور زياد على إتاحة هذه الفرصة
للتباحث معكم حول هذا الموضوع، والبحث موجود في إدارة المؤتمر. شكرا. شكرا جزيلا دكتور محمد بشاري على إظهار الخطورة وإظهار برضو ما يجب علينا أن نقوم به لتغذية المحتوى بالإسلام الوسطي ليكون متوازنا مع المحتوى الكثير الغير مناسب أو غير المناسب الموجود على شبكة الإنترنت واللي بيظهر فعلا في نتائج البحث المتقدمة. دلوقتي معنا دكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية ليحدثنا عن رؤية حضرته لأسلوب التعامل مع الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الدعوة الإسلامية. تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح بمفاتح الغيوب أقفال القلوب. الحمد لله الذي فرج أعتى الكروب بالصلاة على سيدنا الحبيب المحبوب. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد بألوهيته الأزلي بأوليته الأبدي بآخريته، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فورقتي تدور حول أثر أفلام الرسوم ثلاثية الأبعاد 3D في الخطاب الديني، وهي محاولة لصياغة طرح يعالج مشكلة خطابية ودعوية لابد وأن تتناغم أو يتناغم حلها مع معضلة دعوية معاصرة تفرق بين واقع مادي خطابي نراه الآن تقليدي وواقع افتراضي تقني لا يصح أن ينفصل هذا عن ذاك، فالسباق والتنافس بين الطريقين الطريق الواقعي والطريق الافتراضي واضح ملموس يجب معالجته أو التناغم والتعامل معه في واقعنا المعاصر. يجب أن يتطابق الواقع الخطابي الحقيقي المادي مع الواقع التقني الافتراضي تطابق الصورة في المرآة. فإذا كانت المرآة مقعرة أو محدبة لا تبرز صورة الأشياء بدقة، ومن هنا يجب ألا يقل الاهتمام بالواقع الافتراضي الدعوي الخطابي عن الاهتمام بالواقع التقليدي الذي يعني نعيشه الآن، ونحاول ونشاكس كل المؤسسات تسعى جاهدة لإحداث التنافس بين هذين الطريقين الدعويين. إذن هناك تنافس بين المنابر التقنية الافتراضية مع المنابر الواقعية، وتنافس بين المواد والطروحات المخزنة في الكتب وفي العقل البشري الإنساني مع الطروحات الافتراضية، فأصبح العقل البشري عقلا تقنيا في تكوينه، وفي هذه الحالة يحتاج إلى ضبط وتقنين ومعالجة. هناك تقنيات فكرية للعقل الإنساني حتى تحول إلى عقل تقني يعيش حال بين حالين، بين حال السلب وحال الإيجاب، إلحاد أو إيمان، بناء أو هدم. تنافس أيضا في وسائل الدعوة التقليدية مع غير التقليدية، وغير التقليدية كما نعلم أسرع. يعني نحن الآن أصبح من السهل جدا تداول الذكاء الاصطناعي في التعامل مع العقل التقني. الآن أصبحت عقول الأطفال في البيوت تقنية في استقبالها. يجب أن تكون لهذه العقول جدر حماية كجدر الحماية التي تحمي البيوت من حرارة الشمس، وعلى حد قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أسامة رضي الله عنه قال، يعني أو في حال سيدنا موقف مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه سيدنا أسامة
قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي حصن، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. والاختراق الرقمي للعقيدة عند توظيف التقنية لا يقل عن اختراق هذه الجدر أو البيوت المحصنة بالشكل التقليدي. يجب أن يكون السباق والتنافس في صناعة جدر حماية تقنية وإلكترونية لا تقل عن هذه الجدر التقليدية التي نحمي بها بيوتنا أو بيوتنا، فلسان العصر الآن يستدعي أن نعيش هذا الواقع الافتراضي. في ظل هذه الأدوات من الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يصاب العقل الإنساني بالشلل إذا تمسك بتقليديته، لن يضاهي ولن ينافس العقل الآخر الذي يجابه والذي يخاصم. فنحن الآن في ظل تطبيقات يجب علينا أن نعيها جيدا، فنحن نجلس بين الفينة والفينة نفكر في صياغة طروحات خطابية بشكل تقليدي. نحتاج نفس القوة في التعامل مع صياغة خطاب غير تقليدي. على سبيل المثال، يوجد تطبيق اختصار BOE. هذا التطبيق موجود في جوجل، لو استعملناه نحن نفكر في صياغة سيناريو خطابي لفيلم كرتوني يعالج عقلية الأطفال في مرحلة التكوين مثلا بشكل خطابي. ممكن نجتهد في ذلك سنة أو ستة أشهر أو غير ذلك. التنافس الآن خطير جدا، من الممكن أن يصوغ الملحد خطبة إلحادية في دقائق معدودة إذا لم نحسن التعامل مع هذه التطبيقات بشكل تنافسي مع الآخر، أقصد الملحد. إذن ستحدث انتكاسة يجب علينا أن ننتبه إليه. BOE تطبيق أنا أطرحه على حضراتكم، هو موجود في جوجل بلاي. هذا شكله، يعني أرجو أن تروه. هذا شكله، بمجرد طرح مثلا أقول فيلم، هو أنا حكتب حتى نرى، إسلامي ظاهر أهو. بمجرد كتابة فيلم، أهو فيلم، لازم أكتبها تاني، فيلم إسلامي للأطفال مثلا، يعني أي شيء نضعه في هذا التطبيق يبدأ في كتابة السيناريو كاملا. أنا مش عايز أطول، بس يعني كتب سيناريو كامل في خلال دقيقة، دقيقة واحدة. وإذا أردت المزيد تضغط على تساؤل من تحت ويزيدك في المعلومات. هل يمكنني تغيير اسم الشخصيات؟ بس في واحد بيتصل عطل الدنيا. يبقى إذن هذا التطبيق أنصح بتحميله الآن، BOE. أكتب أي شيء، حتى الأسئلة في الاختبارات الموضوعية يضعها صواب أو خطأ. لو كتبت أسئلة وأجوبة موضوعية في كتاب إحياء علوم الدين سيطرح لك أسئلة بمئة سؤال على الأقل. إذن نحن في هذا الواقع أو في ضوء هذا الواقع يجب علينا أن نتعامل بشكل جاد لنستفيد من الذكاء الاصطناعي في صياغة الخطاب المعاصر لننافس خصوم الإسلام الذين يثيرون الشبهات لهدم العقيدة ومواجهة الأخلاق. الآثار التي تترتب على استخدام أفلام الرسوم أو الأفلام ثلاثية الأبعاد كمثال أو نموذج من نماذج الخطاب الواقع التطبيقي الذي يتسلى به الطفل
والشباب في مرحلة المراهقة بالذات أو مرحلة الطفولة، هذا مثال يستقطب العقول نحو جاذبية أكبر وأسرع تأثيرا من الخطاب التقليدي. يجب علينا أن نضيف هذا النوع من الخطاب إلى خطابنا التقليدي حتى تكون الثمرة ناجعة. يجب أن تضمن الأفلام ثلاثية الأبعاد أغراضا دعوية متعددة كرد الشبهات وتصحيح المفاهيم، وهذا يستدعي بروتوكول بين خبراء التقنية والمتخصصين في الشريعة الإسلامية، صياغة تقنية شرعية بضوابط مضاعفة الأثر الدعوي في واقع أو من خلال استخدام الأفلام ثلاثية الأبعاد، والبحث موجود ومنشور لمن أراد أن يعاينه. التقنيات المعاصرة بإمكاناتها المذهلة وسرعتها الفائقة تستدعي أن تكون في عمل دائم وفي استعمال مستمر لتطويعها والاستفادة منها في خدمة الإسلام. من الآثار الإثراء العلمي والتربوي وضبط الوعي، تصوير المواد الممنتجة في الأفلام الثلاثية الأبعاد اللي هي 3D تصويرا جيدا ومقننا ومنضبطا حتى ينعكس في صورة تقويمية لأخلاق الشباب وعقائدنا جميعا وحماية العقل الإنساني من الانحراف. هناك أثر تحصيني يجب أن يستغل في من خلال استخدام هذا النموذج اللي هو الأفلام ثلاثية الأبعاد واستغلالها في تطبيق القصص الشرعي تطبيقا مقننا شرعيا تحت إشراف العلماء. أثر تحصيني لهذه الأفلام، الإسلام حصن عقول المنفتحين تقنيا على عالم الفضاء الشبكي ببرامج حماية تحجب عنه كل أدوات الاختراق العقدي والفكري، ولعل هذه الأدوات على غرار قول سيدنا أسامة الذي ذكرناه منذ قليل. هذه الجدر تستدعي تكثيف أفلمة مواد الحماية التوعوية عبر المنصات الدعوية المتخصصة من خلال برامج استباقية كبرامج تحليل البيانات، فهي تعمل على تحليل الأفكار الواردة على العقل الإنساني من أجل تصنيفها وتقسيمها لمعرفة مصادرها، لأن العقل لا يقنن. عقل المستقبل عند استخدام التقنية لا يقنن ولا يحكم. إذن يجب أن نخصص جبهة مراقبة شرعية تقنية تتابع هذه التسريبات التي تصل إلى عقول أطفالنا وشبابنا. كذلك يجب لتحصين عقول شبابنا خطابيا من واقع التقنية والذكاء الاصطناعي أفلمة سيناريوهات خطابية لحماية الخرائط الذهنية للمستهدفين، وهي استراتيجية للتفكير وتنظيم المعلومات بشكل واضح ومرئي بأساليب ممتعة مستخدمة لأشكال وألوان ورسوم تخطيطية توضح العلاقة بين المعلومات وبين العقل أو بين الخرائط الذهنية التي يجب أن تنعكس فيها صور القيم الإسلامية انعكاس الصورة في المرآة. تأتي الهيمنة الضبطية على الخرائط الذهنية للعقل التقني من خلال إنشاء مراكز قياس أو مراصد لقياس قوة أو ضعف دورة عملية الاتصال، مثل مثلا المصدر والرسالة والوسيلة والمستقبل ورجع الصدى أو الفيدباك. حماية تصويرية مؤفلمة بآليات ابتكارية وغلق باب التضليل والغواية كبرامج أو من خلال برامج الحجب لمواقع الإرسال
والبث المباشر الذي يغذي العقل التقني، لأننا كما ذكرنا في صورة واقعية يغلب على العقل الإنساني التقنية أو الاستقبال التقني المعلومات الذي يكون لهويته في شكل صارخ يمثل تحديا عظيما. هناك أيضا برامج الطرح والرد وبرامج التهيئة الثقافية والمتابعة والتتبع ورصد مصادر التلقي والاستقبال من خلال جهات معنية تتعامل مع هذه المواد. أفلمت مادة حماية العلاقة الشرعية بين الطروحات العقدية والتقنية. هناك أيضا أو يأتي دور التربية الهجين اللي هي الشرعية التقنية كبرامج حماية مهمة لها صور، من أهمها المخاطبات البرهانية المنطقية التي تمنع الاتحاد بين قرار تقني منحرف وسلوك آلي عقدي منجرف. إيجاد آليات لتجاوز الهيمنة الإدمانية للعقلية التقنية التي تعمل على تهميش العقلية الإنسانية المتفتحة. هناك نتيجة أنهي بها، وهي أن استخدام التقنية ثلاثية الأبعاد في أفلمة مادة الخطاب الديني تجذب العقول بشكل غير رتيب ولا ممل، تجذب العقول والأسماع لاستيعاب المادة الخطابية بشكل أمهر وأدق وأسرع. أوصي في النهاية بتشكيل لجان شرعية تقنية لمتابعة مدى موافقة المشاهد الممنتجة والمصورة في الأفلام عموما في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى يعني تكون بمثابة الرقيب الذي يعاين ويتابع ما نستقبله بعقولنا البشرية أو التقنية في واقعنا المعاصر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع. شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الدام الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية على الطرح. والدكتور محمد اتكلم على جزئية خاصة بالأفلام الثلاثية الأبعاد للأطفال اللي فيها محتوى دعوي، واستحضر دلوقتي برنامج اسمه POE. POE ده برضو هو أحد برامج التشات جي بي تي، أو التشات جي بي تي هو العلم الكبير، وفيه هنلاقي برامج كتيرة في برنامج اسمه POE، برنامج اسمه Ask AI، يعني البرامج كتير ولكنها قائمة على نفس المفهوم الرئيسي اللي طالع من التشات جي بي تي. وتشات جي بي تي بيعمل كل حاجه، يعني هو دلوقتي الدكتور خلى التشات جي بي تي او البي او اي اللي جاي من التشات جي بي تي يعمل سيناريو لفيلم للاطفال ديني صغير. احنا من فتره المهندس احمد الليثي كان عمل تجربه خطبه جمعه بالتشات جي بي تي وطلع الخطبه ديت، وحتى لما اعلن عن هذا الامر ابتدت تطلع شائعات ان وزاره الاوقاف ستنهي عمل الائمه والخطباء المساجد يوم الجمعة، وسوف يتم الاعتماد بصورة كلية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومجلس الوزراء طلع تكذيب لهذه الشائعة بعدها بيومين. فخلينا المهندس أحمد، كلمنا عن هذه التجربة وكلمنا عن الأمر التقني اللي مرتبط به، كيف يمكن معالجة النصوص وخصوصا النصوص الدينية والخروج منها بالنتيجة اللي حتى الآن ليست جيدة. تفضل يا فندم. وعفوا يعني هو برضو علشان احنا العدد زاد وانا بجد حرج ان احنا نلتزم بالسبع دقايق. انا قلت في اول الحوار ان الذكاء الاصطناعي احنا ممكن نقعد نتكلم عنه ثلاث ايام يعني، فمعلش حاول حضرتك تختصر الامر يعني. شكرا فضل. السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم جميعا. احنا بنشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي، او خلينا نرجع نقول فكره الذكاء الاصطناعي زي ما المهندس زياد تفضل وقال، هو علم قديم ودرسناه في الكليات من سنين، ولكن مع نوفمبر وبدء اكتشاف او بدء تطبيقات الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي، يمكن الرئيس التنفيذي لشركه جوجل العالميه قال نصا ان اكتشاف الشات جي بي تي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يكون هو أهم وأخطر من اكتشاف النار والكهرباء في وقتها.
فاكتشافات الذكاء الاصطناعي دي هي فعليا غيرت مفهوم العالم ككل في كل المجالات. يمكن احنا كنا بعيدا عن المجال الدعوي، كنا بنشتغل في التطبيقات وفي المجال الطبي وفي المجال التعليمي، لحين ما تقابلنا مع معالي الوزير وبدأنا ان احنا نعمل تجربة خطبة الجمعة، وبدأنا نقيم خطبة الجمعة ديت من الشق الدعوي بقى. احنا من الشق التقني طلبنا من الشات جي بي تي يعمل خطبة الجمعة فطلعها لنا بالشكل ده. حضراتكم شايفينها ازاي؟ فبدأ يجي لنا الرد ان هي مختلفة، قد تكون مقبولة بشكل عام ولكن في حاجات في النص مختلفة بشكل كلي. طيب تعالى نطلع لمستوى اعلى شوية، وزي ما حضراتكم وناس كتير اتكلمت فيها خطورة الشات جي بي تي وخطورة الذكاء الاصطناعي. البيانات دي كلها موجهة، البيانات واخدة المصادر بتاعتها من المعلومات المخزنة على الانترنت بشكل كلي. طب المعلومات دي كلها صحيحة ولا لا؟ المهندس زياد في لقاء سابق قال ان هو بيعمل سيرش على الشات جي بي تي وقال له حدثني عن قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهنا كانت الخطورة الكبرى. الشات جي بي تي بدأ يسرد قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل لجزء وهو دس السم في العسل، وقال عندما بلغ محمد سن الأربعين خيل له أن الله يتحدث إليه، أو في الإنجليش he was believed، هو تخيل أن ربنا تحدث إليه. وهنا دي كانت الحتة اللي غيرت لنا إحنا الفكر كله، لا ده إحنا هنسيب كل المجالات اللي بنشتغل فيها وهنركز في الجزء ده، الجزء ده هو الجزء الأهم والأخطر. أنا لما بنتي بتسألني تقولي على أي طلب أو أي معلومة بقول لها جوجلت أو روحي دوري عليها على الإنترنت. فما بالنا بقى في الدين والثوابت والعقائد والحاجات الأساسية؟ فإحنا كده هيطلع جيل متدمر. طيب إحنا هنقدر نسيب الكلام دوت؟ إحنا كتقنيين وناس بتشتغل في المجال دوت ما ينفعش نسيبها. طيب ايه خوارزميه ان انا اعدل في البيانات دي؟ هل المعلومات اللي جايه لي من شات جي بي تي دي هي معلومات لا يمكن التعديل اليها؟ لا، نقدر ان احنا نعدل عليها. هل هنعدل المعلومات دي لينا بس؟ لا، احنا هنعدلها بشكل عام للعالم كله. طب ازاي قدرنا نوصل للبرومبتس او الاكواد اللي احنا نقدر نخاطب بيها الشات جي بي تي؟ احنا هنبدا نخاطبك انت كقاعده بيانات، اقول لك ان المعلومه دي مضلله والمعلومه ديت مش سليمه والتصحيح بتاعها هو دوت عشان تقدر تعدلهولي. وبفضل الله احنا في اقل من 20 دقيقه بدانا نسال تاني الشات جي بي تي بعد ما عدلنا له المعلومه، فعدلها بشكل كلي وقال انما ان سيدنا محمد عندما بلغ الأربعين من عمره ارسل الله اليه النبي الملاك جبريل بالدعوه، وبدا يسرد القصه السليمه بتاعتنا. وده يمكن قد يكون انا شايفه ان واحد من اهم الانجازات اللي وصلت في حياتنا، ان احنا نقدر نعدل في معلومه خاطئه. عشان كده قلنا لا، ده استخدامات، وان يبقى عندنا محتوى ديني سليم، محتوى ديني موثوق منه، لازم يكون متواجد بشكل اساسي على الانترنت. احنا ما ينفعش ان احنا نترك الموضوع كده، ما ينفعش نترك المعلومات لجيل كامل جاي قد يكون اعتماده الكلي 100% على هذه الادوات. فبدانا ان احنا نشوف ونقدر ان احنا نطرح مشروع كبير، وفي تصوري ان ده قد يكون لازم يكون مشروع العالم الاسلامي ككل. حضرتك تفضلت من شويه قلت ان لازم يكون في كيان موحد، انا ده بالظبط، لازم يكون في كيان موحد، لازم المعلومات كلها يكون فيها كيان موفق يطلع المعلومات دي بشكل سليم، واحنا كناس تقنيين قادرين ان احنا نغير الكلام دوت، قادرين ان احنا نتواصل مع قاعدات البيانات العالميه في الذكاء الاصطناعي، ونقدر ان احنا نعمل بروتوكولات تعاون في ان احنا نبقى المصدر الموثوق للمعلومه الدينيه. ما ينفعش الموضوع يترك بالشكل دوت، لان فعليا الموضوع لو ترك بالشكل دوت قد يكون خطر على الامه وعلى جيل كامل. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا مهندس مع احمد الليثي على الاطلاله التقنيه على الذكاء الصناعي وعلى مميزاته وعلى خطورته وكيفيه معالجتها. نحاول ننتقل دلوقتي للدكتور اشرف نبيل الصملوطي الاستاذ بجامعه الازهر فليحدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا نشكر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه على هذا المؤتمر المهم
بهذا العنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني، والذي يأتي مواكبا للمستجدات والمستحدثات وموافقا لأهمية أن يكون هذا الموضوع في هذا الوقت. ولذلك يعني تم تقديم من ضمن يعني هذا البحث الذي تم تقديمه عن الذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد، روبوتات المحادثة الذكية والدعم الإلكتروني انموذجا. ولا شك إن في مجال التعليم نحن بحاجة شديدة إلى الفضاء الإلكتروني بكل تأكيد، يعني هذا يمثل ثورة ويمثل إضافة يعني في منتهى الأهمية، نظرا لأن التعليم التقليدي يعني لا يستوفي كل المميزات. لابد حتى يعني هناك تعليم إلكتروني متزامن وتعليم إلكتروني غير متزامن، حتى يعني في ظل التعليم وجها لوجه نحن نستفيد من التعليم الإلكتروني. هنا جاء الذكاء الاصطناعي كإضافة جيدة جدا في مجال التعليم وفي مجال الدعوة الإسلامية، نريد أن نستفيد منها ونعظم الإيجابيات ونحاول أن نستبعد السلبيات إن وجدت. يعني التعليم الإلكتروني يعني إحنا في فترة الكورونا يعني استخدمناه بقوة، لكن بعد كورونا أيضا ظلت المؤتمرات وظلت المجالس وظل هو يعني عن بعد وانتشرت، ولا شك أنها بتوفر وسائل وبتوفر يعني توفر الوقت وتوفر الجهد وتوفر المواصلات وهكذا. ولذلك إحنا لابد من أن ندعم هذا النمط من التعليم ونستفيد من هذه الثورة التكنولوجية الرقمية بضوابطها الشرعية، يعني سواء في مجال التعليم العام أو في مجال التعليم العلوم الشرعية أو في مجال الدعوة الإسلامية، نريد أن نعظم هذه الاستفادة. هناك طبعا تطبيقات كثيرة جدا في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، روبوتات المحادثة الذكية والشات بوت، احنا يعني لها تطبيقات كثيرة جدا. احنا لابد أن تتواكب مناهجنا الدراسية مع هذه المستحدثات وأن نوظفها التوظيف الأمثل، وأن يكون هناك مناهج مغايرة لما هي عليه الآن يستطيع أن تنفذ إلى عقل وذهن الطالب. إحنا الآن في جوانب معرفية وفي جوانب مهارية وفي جوانب تفكير، إحنا للأسف الشديد يعني كثير من المناهج تؤكد على الناحية المعرفية وعلى المستويات الدنيا من الجوانب المعرفية. لا، إحنا نريد مهارات حل المشكلات، مهارات التفكير الناقد، مهارات التفكير الإبداعي، مهارات اتخاذ القرار، إحنا لابد أن ندمجها في مناهجنا التعليمية. ولذلك لا شك أن الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني يخدم هذه الجزئية ويخدم يستطيع أن نوظفها وأن نستفيد منها على قدر كبير جدا، بس شريط التعاون القائمين بمناهج التعليم مع الجوانب التقنية مع الجوانب الشرعية إذا أردنا أن نستفيد ونوظفها في المجالات العلوم الشرعية وفي مجال الدعوة الإسلامية بضوابطها المحددة. طبعا يعني هناك مجموعة كبيرة من التوصيات في هذا المجال والاقتراحات، من ضمنها أن يعني أن يكون هناك لجان حقيقية منضبطة في سواء في وزارات التعليم، في وزارات الأوقاف، في المجالس والشؤون الإسلامية، إن هي فعلا تستطيع. وطبعا يعني في جمهورية مصر العربية بدأنا الحمد لله رب العالمين على هذا الخطى، وبدأت اللجان وبدأت البرامج، ونحن سائرون على هذا الخط وعلى هذا الدرب، ووفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور أشرف نبيل السملوطي، المدخل الخاص بالتعليم ونشر الوعي وضرورة تضمين هذه التقنيات الحديثة في التعليم وإظهار الجوانب المختلفة لها، وإظهار والتأكيد على أنها أداة مساعدة وليست بديلا عن العقل البشري الطبيعي. في الذكاء الصناعي الإشكالية في البيانات،
البيانات اللي موجودة دي إشكالية كبيرة، لأنها مش معروف مين اللي حاططها، أو ربما بعض الاتجاهات، بعض الجهات، بعض الجماعات المختلفة تبقى عندها قدرة أكتر على إثراء الإنترنت بمجموعة كبيرة من البيانات. فالذكاء الاصطناعي بمنتهى البساطة هياخد من هذه البيانات، هيقرأ ويقارن ويطلع النتيجة. لكن واعتقد ده برضو زي ما دكتور اشار، في البحث العادي لما تبحث على جوجل ما بتطلع لكش كل الاراء او كل الاتجاهات بصوره متعادله او صوره حياديه، بتجد ان في انحياز حتى في نتائج البحث اللي بتطلع لك. فانحياز نتائج البحث ده، وحتى احنا العاملين في تكنولوجيا المعلومات نعرف ان نتائج البحث بتكون منحازه طبقا لنوعك ذكر ام انثى، لسنك، لمنطقتك اللي انت ساكن فيها، لان البرنامج عارف ان العنوان الانترنت ده موجود في مصر او موجود في المملكه العربيه السعوديه او موجود في نيجيريا، فيبتدي يطلع له نتائج بحث مختلفة بناء على ما وضع من خطة لهذه المنطقة من العالم. ده القديم، فما بال بقى مع الذكاء الاصطناعي وهو عنده القدرة على معرفة الكثير والكثير عن الشخص الذي يقوم باستخراج النتيجة له. والخطورة الأخطر أن ممكن اثنين شخصين يسألوا الذكاء الاصطناعي نفس السؤال ويجيب هنا إجابة وهنا إجابة أخرى بناء على معرفته بهذا الشخص وبلده وسنه وتوجهه واهتماماته وعاداته وتقاليده ومدى التزامه الديني وخلافه. خلينا نركز على القضية بتاعة المحتوى مع الدكتور عبد الغني هندي من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنا أعلم أنه يعمل في هذا المجال ومهتم به ربما منذ أكثر من 10 سنوات. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني دعونا أشكر المنصة، وقبل المنصة في الحقيقة أشكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية متمثل في معالي الوزير في اختيار هذا الموضوع في هذا التوقيت، لأن يمكن لابد نوضح أن احنا في مرحلة انتقال في مسألة المعلومات الرقمية من مسألة البحث العادي اللي هو بيطلع مصادر، بيطلع مواقع ومصادر. صحيح اللي كان بيصرف اكتر كان الموقع بتاعه اللي بيطلع اكتر، الموضوع كان له علاقة بالتمويل. الاشكالية دلوقتي ان احنا البحث مش بيطلع مصادر، البحث بيطلع بحث معرفي بيقول فيه رأيه، بيقول الرأي بتاع البحث، وهذا البحث من الممكن ان انت تناقشه. الفكره الذكيه فيه او الذكاء الاصطناعي الفكره فيه ان انت من الممكن ان انت تناقشه، ما بقتش الامور جامده او تتعلق بمساله التمويل وبس، لكن لابد ان يبقى فيه مناقشه. يعني باختصار شديد جدا انا عايز اعيش حضراتكم في الارقام عشان نعرف حجم واهميه هذا المؤتمر واهميه التحديات اللي احنا بنواجهها. المحتوى الرقمي الديني اللي موجود على شبكات الانترنت كله 3% بس، يعني 3% من كل المحتوى الرقمي اللي موجود على كل شبكات الانترنت. فالمحتوى الرقمي الديني اللي موجود على الانترنت محتوى قليل مقارنة بالحجم التعامل اللي على المحتوى الرقمي الديني وحجم المؤسسات وهذه الصناعة المهمة جدا. ال3% دول 2.4% منهم اللي مدخلينهم جماعات ليس لها علاقة بالمؤسسات الرسمية، يعني أقل من 6% من ال3% وفقط 6.3% وفقط هو اللي مدخل هذه المعلومات على شبكة الانترنت ليست المؤسسات الرسمية بنسبة 2.4 من 3%، 6% هم اللي لهم علاقة بالمؤسسات الرسمية اللي داخلين على هذا المحتوى. طيب حجم اللي بيدخل قد ايه على احنا الحمد لله في شهر 8 شهر مايو اللي فات العالم وصل ل 8 مليار نسمة. حجم اللي بيدخل على الانترنت الان حسب اخر احصائيات ما يقترب من حوالي 5.8 او 5.9، يعني اقترب من 6 مليار بني ادم بيعتمدوا في البحث على الانترنت. وده هيجي سؤال، الناس بتدخل على الانترنت ليه؟ بتدخل على الانترنت عشان تعرف معلومات، عشان يسال على معلومات. فهو بيدخل يسال على معلومات ما بيلاقيش الا المعلومات المتاحه من هذا الاتجاه، فهو احنا داخلين في مجال بحقيقه احنا داخلين مهزومين فيه، احنا ما عندناش محتوى رقمي رصين، وده امر غريب جدا بالمناسبه. ليه؟ لو احنا جينا اتكلمنا بالعقل من المفروض ان لما كانت اتعملت شبكه الانترنت كانت المؤسسات الرسميه، يعني على سبيل المثال مثلا مؤسسه زي الازهر الشريف والاوقاف والافتاء في مصر، احنا بنتكلم على 1084 سنه، فهم عندهم منتج فكري عمره 1084 سنه محقق ورصين وفيه اعتماد والنص سليم.
ايه الاشكاليه اللي ما خلتش النص ده يبقى موجود على الانترنت؟ لان ما مررناش بمرحله التحول الرقمي، نحول هذه النصوص لمعلومات رقميه موجوده، رغم ان احنا اصلا اوريدي عندنا المعلومات كبيره جدا. طيب عشان نطلع من كل، يمكن انا بشكر المنصه والكلام التشريح في هذا الموضوع كلام كتير كده، عشان نطلع من الاشكاليه ديت، وانا بشكر طبعا المهندس زياد، ان احنا جلسه جزء كبير جدا فيها يتعلق بالناحيه التقنيه لمساله الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي الدين، عشان احنا بنتكلم من الناحيه التقنيه. ايه المعالجه لهذا الموضوع؟ اعتقد ودي ورقتي من وجهه نظري، المعالجه لهذا الموضوع لابد من اعتماد هيئة عالمية إسلامية للمحتوى الرقمي الديني. إحنا الحمد لله رب العالمين، وأعتقد أنها من المفروض أن تكون من ضمن توصيات المؤتمر، لأن المؤتمر بيحتوي على عدد علماء كبير جدا في تشكيل من كل العالم، عدد هيئات كبير جدا في مجمع الفقه الإسلامي، في رابطة العالم الإسلامي، في وزارات الأوقاف، في دور وهيئات إفتاء. هذه الهيئة العالمية لاعتماد المحتوى الديني أعتقد أن هي هتقوم أدوار سريعة جدا، من الممكن أن تقوم بأدوار سريعة جدا تعالج هذه الأزمة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها. طبعا الإمارات العربية المتحدة كان لها سبق أن هي عملت تطبيق زي تطبيق شات جي بي تي كده، اللي هو تطبيق جيتس، وعملوا فيه جهد كبير جدا مبذول، لكن الجهد مقارنة باللي حصل على شات جي بي تي جهد قليل، فالهيئة دي تقدر تساعد بيه. أولا لابد من إحياء فكرة أن احنا نعمل مختصر للكتب الرصينة، لازم يتعمل مختصرات. احنا لو قعدنا نتكلم مثلا على كتاب حجمه 800 صفحة او 700 صفحة ندخله، لابد ان تتعمل مختصرات لهذه الكتب، لابد ان تكون هذه الهيئة تمول فكرة مختصرات لكتب رصينة، وتكون هيئات علمية محترمة ومعتبرة هي اللي تراجع هذه المختصرات. لابد ان بيبقى فيه، يعني كان اعظم مشروع عمله حجة الاسلام الامام الغزالي رضي الله عنه وارضاه، ان عمل احياء علوم الدين. لابد ان نحيي هذه العلوم الاسلامية الرصينة مرة اخرى بين قوسين بالمختصرة، بان يبقى فيه مختصرة، لان النهاردة العقل البشري الناشئ والشباب والمستخدمين ما بقاش العقلية بتاعت ان هو يقعد يقرأ الكتب اللي هي 800 صفحة او 900 صفحة. طب يلجأ للامور البسيطة؟ لا، يبقى فيه مختصرات رصينة ايضا بتعبر عن هذا المحتوى، وتنتقل هذه المحتويات لشكل ديجيتال. الامر الثاني، هذه الهيئة لابد ان يكون فيها جزء تقني، يتواصل مع الجهات البحثية اللي لها علاقة بالمؤسسات والشركات الرقمية الكبرى في مسألة ادخال الداتا. تخيلوا حضراتكم معايا ان احنا لو خرجنا من هذا المؤتمر بكل الجهات المشاركة بالمؤتمر بهيئة اعتماد رقمي، وبعتنا لكل الشركات دي بنقول لهم ان احنا الجهات الرقمية الجهات الدينية الرسمية اللي موجودة في الدول بتقول ان المعلومات دي عشان تدخلها لابد ان هي تمر من هيئة الاعتماد الرقمي. هو في البداية احنا مش هيبقى 100%، يعني مش هنقدر نوصل ل 100% ولا 50% ده مشروع طويل جدا عشان نغير هذا الواقع اللي احنا بنعيشه المأزوم، اللي هو بيتعلق في الحقيقة بالمستقبل الدعوة الإسلامية، بيتعلق بمستقبل كمان العلوم المختلفة، ومش على مستوى الدعوة بس، بيتعلق كمان بالعلوم المختلفة لعلوم الإسلام، يعني سواء علم التفسير، سواء علم الحديث، سواء علم المصطلح، سواء حتى العلوم المختلفة لعلوم الإسلام. يعني زي ما علماءنا ومشايخنا الكبار طوروا في هذه العلوم وعملوا علوم احنا بنتعلمها دلوقتي في الجامعات وفي الكليات، فبنعرف منها الإسلام وبنعرف منها علوم الإسلام اللي بنوضحه للناس. أعتقد أن واجب الوقت وفرض الوقت علينا الآن هو أن نخرج بهذا المضمون وهذا العمل اللي أنا من وجهة نظري عمل جبار جدا في هذا الموضوع. لابد ايضا ان هذه الهيئه تتبنى، لابد ان يبقى في عندنا مجموعه افكار ابداعيه تتعلق بالمحتوى اللي احنا بنروجه. يعني الدكتور محمد مثلا اتكلم على موضوع 3G. طب بالنسبه للتطبيقات اللي بتخص الولاد الصغيرين، اللي بتخص الاطفال، دلوقتي عدد الاطفال على فكره من عمر 5 سنين لعمر 10 سنين اللي بيستخدم الانترنت بقى عدد كبير جدا، فلازم نعمل له محتوى يناسب السن بتاعه، محتوى ديني يناسب السن بتاعه، محتوى ديني يناسب لابد لهذه الهيئة بهذا التنوع اللي هيبقى موجود فيها في كل الدول، لأن لما يجي مثلا تحصل أزمة في مصر فيجي كل العلماء اللي موجودين في كل العالم اللي موجودين في الهيئة دول بينقلوا المحتوى اللي احنا نقحناه ويبقى موجود هو كمان على السايت بتاع الهيئة. آخر أمر لابد، يعني أن أنا يعني بشكر سعة صدركم وأنا أنهي بيه كلامي، عشان نشارك في هذا الحضور هو هياخد منا في الآخر بإيه؟ يعني سواء شات جي بي تي او جوجل او اي حد هياخد مننا بحث هياخد منا بيه، لابد لهذه الهيئه ان تمتلك منصه رقميه كبيره جدا. واحنا كان عندنا تجربه بسيطه جدا في مصر اتاكدت، يعني احنا
انا يمكن في البحث وهيبقى موجود بين ايد حضراتكم، انا كنت عملت كمان النسب الشهريه اللي الناس بتقعدها على التطبيقات المختلفه، يعني 23 ساعه الناس بتقعدهم على اليوتيوب في الشهر، 23 ساعه على التيك توك، يعني في 46 ساعه بيقعدوهم الناس بتتفرج فيهم على الفيديوهات. تركيز الناس على الفيسبوك قل بالمناسبه، 19 ساعه في الاسبوع بنتكلم على الواتساب، بنتكلم على 17 ساعه الانستغرام، 3 ساعات بقيه التطبيقات، حوالي 3 ساعات لحد السناب شات دلوقتي بقى 10 ساعات بادئ في الصعود. وده بيؤكد ايه؟ ان احنا لابد ان احنا نمتلك منصه رقميه كبيره لهذا المشروع المهم جدا، الهيئه العالميه الاسلاميه للاعتماد الرقمي. هذه الهيئه لابد ان تمتلك منصه رقميه كبيره جدا تتنوع فيه مصادر هذه المنصات، عشان انا اقدر اقول للجهات او الشركات الرقميه الكبيره خد مني. هياخد مني منين في النهايه؟ هياخد مني من هذه المنصه. وبالمناسبه هذا المشروع الرقمي الكبير جدا من الممكن ان هو بعد سنه او اتنين يبقى له تمويل ذاتي منه هو، لان هذا المشروع لو بقى محل ثقه بالنسبه للجهات وللشركات الرقميه الكبيره جدا المهتمه بالداتا في العالم، هتبدا تشتري هذه المعلومات. هذه المعلومات اللي انت حضرتك هتبقى يعني انتجتها وشاركت في تسويقها هيبقى فيها جزء كبير جدا من الانتاج. انا بعتذر جدا ان انا كنت خدت وقت واطلت، ولكن انا بقتدي بالدكتور محمد البشاري اللي هو خد وقت اكتر مني بكثير، عشان هو كان اول المتحدثين وانا اخر المتحدثين. ويعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذه الهيئه العالميه الرقميه تكون احد توصيات المؤتمر، اللي في الحقيقه في السنين الاخيره تعودنا في المؤتمر ان هو ما بيخرجش بتوصيات يعني مكتوبه او توصيات لها علاقه بالجانب الفكري بس، لكن الحقيقه ان المؤتمر في العشر سنين الاخيره اصبح له توصيات تتعلق بالجانب العملي والجانب التفاعلي. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا الى هذا، واشكركم مره اخرى على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا دكتور عبد الغني هندي. حضرتك اتكلم، اتفضل يا فندم. دكتور زياد. شكرا استاذنا الكريم رئيس الجلسة، هذه جلسة من أثرى وأهم الجلسات التي استمعنا إليها حقيقة، لأنها نقلتنا من الناحية التنظيرية إلى أن تضع أيدينا على أسلوب من الأساليب العملية التي يمكن أن ننتصر فيها للخير وللرشد وللهدى ولحماية عقولنا وقلوب أبنائنا. بارك الله فيكم. لا أنا يعني أتمنى، وخاصة بعد الإنذار الذي قاله أخي الحبيب محمد البشاري، يقول عندما نتصفح هذه المواقع نجد أن الصفحات الأولى والثالثة والرابعة إلى الـ 11-12 تقدم فيها غيرنا ممن قدم أسلوبا خطيرا في صناعة عقول مشوهة وقلوب يعني غير راشدة. ولكن البشرى أتت من شيئين، الشيء الأول ما ذكره أخي الكريم أن في مقدورنا لو توافر مجموعة من أهل الفضل والحكمة الذين جمعوا بين الضوابط الشرعية والجودة التقنية واستطاعوا أن يدخلوا إلى هذه المواقع لتبديل بعض وتصحيح بعض المعلومات فيها، هذا الأمر كله يتحقق إذا نحن حقيقة طالبنا وبإلحاح أن تقوم هذه الهيئة التي تفضل بها أخي الكريم الأستاذ عبد الغني الذي تفضل بها الأستاذ عبد الغني، أن تقوم هذه الهيئة العالمية للعمل التقني وأن نثريها. يعني عندما تلتقي الأمة فيها خير، لكن عليها أن تجتهد في هذا الأمر. ولعل أعظم توصية يمكن أن نقدمها في هذا الملتقى هو هذه الهيئة التي نسأل الله أن نراها قريبا، وأن تتضافر جهود الأمة معها من الغيورين على حاضرنا ومستقبلنا في علمنا وفي نشأتنا وفي معلوماتنا. شكرا جزيلا. تفضل دكتور.
يعني بشكر حضراتكم على اللقاء الطيب الثري ده، والحقيقة احنا استفدنا واستمتعنا، ولقاء يليق بالقامات اللي موجودة. أنا بس عندي مداخلة بسيطة جدا في دقيقة، حضرتك تصححالي والمهندس أحمد، يعني حضراتكم المعنيين بالقصة. لو أنا قلت دلوقتي إن كل حاجة هديها للشات جي بي تي هيرد عليها، أنا أعتقد إن ده يعني توصيف مش كامل. يمكن معالي الوزير طرحها من يومين ثلاثة في اللقاء اللي كان في استقبال الوفود، وطرحها من وجهة نظره ومن وجهة يعني أو من رؤيته من خلال تخصصه الدقيق. لو احنا نتكلم عنها كل واحد فينا في تخصصه الدقيق، مثلا انا الفقه، هقول انا لو طلبت من الابلكيشن دلوقتي الاستاذ الدكتور محمد عبد الدايم يعني حطه على التليفون بتاعه، وقلت له اديني الاراء المشهوره المبنيه على ضعيف في المذهب المالكي مقارنه بين مثلا علي بن القصار شيخ المالكيه في العراق ومحمد بن الحكم شيخ المالكيه في مصر، مش هيدهن، لان زي ما احنا بنقول محدش أدخل لي هذه المعلومات. فالجزئية الأولى إن كل حاجة هنسأله عنها يجاوب علينا، أعتقد دي محتاجة تدقيق. الجزئية الثانية الأهم، وهي من خلال برضو الرؤية للجزئية دي، إن احنا علينا مسؤولية كبيرة جدا زي ما الدكتور عبد الغني قال وحضراتكم تفضلتوا، إن احنا إمتى نحط إيدينا في الموضوع ده ونكون مشاركين فيه، وإزاي نكون احنا اللي بنغذي، مش نستنى إن حد تاني يأثر على هويتنا ويأثر على تراثنا ويأثر كمان على ديننا. حبيت بس أضيف الإضافة دي لو حضراتكم يعني في توضيح أو تعليق عليه. شكرا. أنا بشكر حضرتك. حاضر، هاخد السؤال بس هجاوب على سؤال الدكتور. احنا ما زلنا، حتى عشان بس كلنا نبقى عارفين، العالم كله ما زال يفتقر إلى قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي في أي مجال من المجالات. الاتحاد الأوروبي حاليا بيعمل على وضع قانون لتنظيم الاستخدام والتطوير، تطوير المنظومات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة آمنة في المجالات المختلفة، والولايات المتحدة بتعمل كده، مجموعة من الدول العربية ابتدت تحط ميثاق أخلاقي، لكن طبعا المواثيق ما ملهاش قوة القوانين يعني خالص، بس على الأقل خطوة على الطريق. فإحنا حتى الآن الساحة فاضية في العالم كله، الذكاء الاصطناعي يفعل ما يريد، ولا توجد يعني مسؤولية جنائية على هذه المنظومات إذا قامت بأي جريمة. حضرتك بتسأل بتقول هل كل حاجة بتسأله عليها بيجاوب؟ لا، هو في حاجات بيقول لك أنا مجرد برنامج وما عنديش معلومات عن هذا الأمر، ولكن الأخطر أنه أحيانا بياخد من السؤال اللي حضرتك واخده، ياخد ثلاث أربع، يعني حضرتك قلت اسم ثلاثة أئمة دلوقتي، هو ممكن ياخد كلمتين من كده ويروح طالع ومطلع نتيجة غلط. يعني انا مثلا انا مش معروف، فدخلت قلت له من هو زياد عبد التواب، فراح كاتب لي زياد عبد التواب ده فنان تونسي مشهور وخد جائزه مش عارف ايه، ولكنه يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. كلام فارغ، بس انا انبسطت يعني. بس هو فانا قصدي ان هو بيخرف، يعني حتى الان النتيجه اللي بتطلع من الذكاء الاصطناعي هو احيانا بتبقى بتخرف، واحيانا بتساله يقول لك انا ما عنديش معلومه ولكني اي ام ليرنينج، انا بتعلم. لكن القضيه المهمه اللي برضو طرحها الدكتور عبد الغني، احنا محتاجين الهيئه التي تكون قادره على وضع المحتوى الاسلامي بصوره رقميه، مش الكتاب ان انا اعمل له مسح ضوئي واحط واقول خلاص الكتاب بقى رقمي، لا، كتاب رقمي مش الكتروني. والنماذج الجديده من اشكال اسلوب يعني توصيل الرساله، انا مش هقعد اسمع محاضره ساعتين، الشباب دلوقتي عايز دقيقه ونص، وعايز فيديو، وعايز اصوات والوان، وهقدر اوصل الرساله اللي انا عايزها دي، بس عشان ايه؟ اخدوا الطلعه الاولانيه. بقى فيما بعد هو بقى لو يعني انترستد او عنده يعني شغف انه يعرف اكتر، يبقى يقول له خلاص بقى تقدر تخش بقى تجيب الكتاب من المكان الفلاني، او تقدر تسمع المحاضره للشيخ الفلاني دي مدتها ساعه ونص. بس اللقطه الاولانيه هي عامله بالظبط زي الريموت كنترول بتاع التلفزيون. الريموت كنترول كل قناه ما بتاخدش قدام حضرتك اكتر من 3 ثواني، قرار في 3 ثواني هثبت على انهي قناه علشان اتفرج. هو ده الاسلوب الجديد اللي الولاد بيتحركوا بيه.
شركة اوبن اي اي هي الشركة المالكة والقائمة بتشات جي بي تي، هي بتقول تشات جي بي تي بيشتغل على مصادر المعلومات المعلنة على شبكة الانترنت، وبنحاول ان هو نطور النموذج، لكن مصادر المعلومات المعلنة اللي موجودة على شبكة الانترنت يعني نسبتها الى كم المصادر الموجودة على شبكة الانترنت لا تزيد عن 5%. المعلنة بمعنى ان انا لما ابحث عنها الاقيها، لكن أنا لو ببحث عن حاجة متعمقة، دراسة متعمقة، ربما تكون هذه الدراسة في مركز بحثي مش حاططها متاحة للعامة، ولكن حاططها باشتراك بفلوس علشان أقدر أحملها كده. الحاجات دي ما بيشوفهاش شات جي بي تي. لكن حاليا الشركة ابتدت تتفق مع بعض الجهات الإخبارية والبحثية وخلافه من خلال بروتوكول تعاون يقول له ان انا عندي المخزون. يعني ابتدوا عملوا القصة دي مع احد وكالات الانباء، قال ان انا هدخل في وكالة الانباء دي كل الاخبار اللي من 2023 لغاية ما من سنة ما بدأت هذه الوكالة، مش فاكر 1900 وكام. هذه البيانات غير متاحة للعامة على شبكة الانترنت، لكن هو من خلال هذا البروتوكول التعاون هيقدر يغذي برنامج شات جي بي تي بهذه البيانات اللي ما بيبانش لأي حد. فإذا يعني ربنا يعني أذن والهيئة اتعملت والهيئة بقى فيها هذا المحتوى الكبير، نستطيع ان احنا بعد كده ننتقل للمرحلة التالية، ان احنا الهيئة يعني بقدرتها وبسلطتها وبقيادتها نتواصل مع القائمين على الشات جي بي تي وغيره من التطبيقات، ونقول له ان احنا نعمل بروتوكول يبقى انت تاخد مننا هذا المحتوى الرصين، هو ده المحتوى الذي يمثل يعني الإسلام وخلافه. وأيضا التطبيقات الأخرى اللي موجودة في دولة الإمارات في عربي اي اي، وفي التطبيق الأخير اللي من شركة جيتسو معمول مع كلية الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، في كتير. بس أنا قصدي لازم إحنا نكون عندنا المحتوى اللي موجود علشان نقدر نتقدم به إلى هذه الجهات علشان نقول لهم خدوا هذا المحتوى واشتغلوا عليه. وحتى في الحاجات اللي موجودة باللغة العربية نثريها، حتى أبسط حاجة خالص نقول للشباب الصغيرين لما تيجي تخش تدور على حاجة في الإسلام ما تخشش على تشات جي بي تي، خش على البرنامج الموجود اسمه عربي اي اي بتاعنا اللي موجود في المنطقة العربية مثلا، يعني لغاية ما نقدر ان احنا بعد كده المرحلة الثانية نخش على تشات جي بي تي، لان تشات جي بي تي في ناس غير مسلمين بيخشوا عليه، واحنا عايزين غير المسلمين اللي هو لما يقرا يجي، مش لما يقرا ينفر ويبعد، وزي ما قلنا البيانات بتبقى منحازه. اتفضل الدكتور. اتفضل. انا اسف جدا التعليق بس على الدكتور ابو عمر في نص دقيقه بسيطه جدا، وانا بشكر حضرتك يعني على هذا الدعم. اولا احنا بنتكلم على يعني نسب لمؤشرات البحث. هو العالم اصلا كله دلوقتي لازم يستهدف المتوسط بتاع الساعات اللي الناس بتقعد فيها على الانترنت، لازم يقل، لازم تعتمد على الشكل الواقعي. هو العالم بيقعد المتوسط الساعات في اليوم 7 ساعات، الناس بقت تقعد دلوقتي على الانترنت 7 ساعات في اليوم. ده الناس اللي في قوه العمل اللي هم بيعملوا، مش اللي ما بيعملوش. فلازم العمليه تقل. لابد كمان هيستمر التفوق العقل البشري في الفروق اللي حضرتك قلت عليها دي، ان يبقى في انت في تخصصك عندك بعض الامور هو انت متفوق فيها، العقل البشري متفوق فيها. بس مش دي الكارثه من وجهه نظري. انا الكارثه من وجهه نظري في موضوع الشات جي بي تي حاجه اخطر من كده بكتير جدا، ويجب التدخل من امبارح. ان انت من الممكن تدخل تساله على سؤال تقول له انا عايزه من الناحيه التخيليه، من الناحيه الخياليه المحرفه. يعني تدخل تسأل على قصة من القصص الإسلامية تقول له أنا عايز الناحية المحرفة، الناحية الخيال بتاعك، فيدخل بقصة كلها خيالية. القصة اللي يديها لحضرتك القصة كلها خيالية. فعشان كده وجود الهيئة دي يعني باختصار شديد جدا أهم حاجة لازم تبقى موجود فيها، لازم يبقى في عندها جهاز كبير جدا ضخم من الرصد. يعني انت لازم ترصد كل الحركه اللي بتتعمل على المعلومات، ومش مش في اول سنه على طول هتبدا تسيطر وتبقى موجوده، والكلام ده كله لازم يبقى امور تدريجيه. لكن انا بس عايز يعني باكد على قيمه مهمه جدا واللي اكد عليها معالي الوزير، واحنا بناكد عليها على المنصه، ان العقل البشري الانساني لا زال وسيستمر ان شاء الله رب العالمين هو المتفوق على كل هذه النظريات من العقول. لان الفكره بتاع الذكاء الاصطناعي دي كانت ان احنا ازاي نحافظ على ان يبقى فيه العقل بدل ما يموت، يبقى له انتاج موجود. جه الانترنت بقى غير النظريه دي خالص في الوجود. فانا بشكر حضرتك على المداخله. تمام دكتور محمد، وعندنا سؤالين من القاعه. اولا بعجاله، عندما نسال اي 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 معلومه الان في تشات جي بي تي، صحيح ممكن انه غير ملم الان غير ملم. اذا كنتم معي قبل مثلا 10 سنوات في الترجمه، عندما نمشي يقول جوجل ترجمة تقول له علي
وعلاء ما كان يفرق بين علي وعلاء، اليوم يفرق بينهما بحكم كثرة الاستعمال. اليوم مثلا عندنا تفسير دوت كوم من أحسن المواقع في التفسير الآن، كل التفاسير سواء تفاسير أهل السنة والجماعة أو التفاسير الظاهرية أو الإمامية الاثنى عشرية أو الإشارية أو التفاسير المعاصرة أو القديمة، كلها مجموعة في موقع تشرف عليه مؤسسة آل البيت في عمان، وهي مشكورة قامت بهذا الجهد الكبير، فرقمنت كل هذه. الآن الباحث منا عندما يريد أنه يعمل أي بحث ممكن يأتي بكل هذه التفاسير ويسافر فيها. الخطوه الجانب الإيجابي من شات جي بي تي من هذا هو أنك إذا غديته بالمعلومات وبالمنتوج المعتدل والعقلاني والتنويري سوف يعطيك في الأخير منتج هكذا. إذا تركنا هذا الفضاء لغيرنا سوف تكون المعلومة تصل معلومة خاطئة وأنت تتحمل المسؤولية لأنك يعني ما قمت بالواجب. هذا واحد. الموضوع الثاني اللي كنت أشرت إليه هو العالم الافتراضي، وأنا أريد أطلب من المسائل الفقهية الآن بدأت الآن سوف تناقش في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة القادمة إن شاء الله، في بعض القضايا التي يطرحها الذكاء الصناعي سوف تكون محل نقاش من بين المواضيع التي سوف تطرح، على أساس أن الفقهاء سوف يبحثون ويناقشون مثل موضوع العملات المرقمة المشفرة، العملات الرقمية المشفرة هي عبر الحدود وعبر القارات، فلا يحكمها لا قانون ولا قرار ولا مواثيق ولا لا، هي عملات فارضة وجودها الآن ويتعامل بها عبر في العالم الافتراضي. مسألة أخرى سوف تطرح علينا وهي مطروحة الآن. أنا قلت لكم بأن في جهات أخرى، لا أدير أن حتى ما يكون فيه دعاية أو يفهم فهم آخر، لكن في جهات غير إسلامية تعمل على التبشير بمشاريعها في هذا العالم الافتراضي. العالم الافتراضي هذا تجد أن الطفل معك في البيت أطفالنا مش في البيت، وأنت مشيت اشتريت له ب1500 ريال هذه النظارة، يقول لك أنت اللعب، يا مش لعب النظارة هذه، تأخذ هذا الطفل تأخذه إلى عالم آخر ويلتقي بأصحاب جدد ويلتقي بناس أنت ما عاد شفتهم قبل 5 أشهر. الطفل هذا في أمريكا الذي كان عامل هذه النظارة وذهب وقتل أكثر من 14 من نفر، هو يحسب بأنه لا زال في فيلم، عايش في فيلم آخر، وقع حتى اقتصاب في هذا العالم الافتراضي. هذا العالم الافتراضي الميتافيرس كذلك إذا لم ينبه إليه بخطورته وخطورة هذا العالم الافتراضي سوف ننشئ أطفال كما قامت داعش، إذا تذكروا أيام داعش كانت تستقطب الأطفال 12 سنة من خلال الألعاب بلاي ستيشن، كان يخشوا على هذه الألعاب عن طريق النت ويبدأوا يجندون في أطفال. فهذا أولا الذكاء الاصطناعي أمر واقع وليس أمامنا في موضوع موقف، ليس فيه موقف شرعي حلال أم حرام، وأما موقفنا أننا نعمل بدائل لي من أجل أن يكون هذا الذكاء يخدم مصلحة الدعوة الإسلامية، وأنا يعني أنضم إلى صوتي إلى صوت مع الدكتور عبد الغني على ضرورة إيجاد منصات عالمية تعمل على تغذية هذا الفضاءات بالكتب والأفكار والرؤى المستنيرة. شكرا. طيب شكرا جزيلا. للأسف الوقت داهمنا ومضطرين ان احنا نقفل، ممكن نتناقش بقى بعد، معلش انا اسف. انا في الاخر طبعا بحب اتوجه بالشكر لحضراتكم للحضور والتفاعل، وانا قلت من الاول الجلسه زي دي احنا كنا محتاجين نقعد فيها 3 ايام، بس ان شاء الله ممكن نلتقي في لقاء اخر. بشكر الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلميه بدوله الامارات العربيه المتحده، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كليه الدعوه الاسلاميه،
والمهندس احمد الليسي استشاري التحول الرقمي، والدكتور اشرف نبيل السملوطي الاستاذ بجامعه الازهر، والدكتور عبد الغني هندي المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. وفي النهايه عايز اقول ان الخطوره اللي الناس كانت حاسه ان الذكاء الاصطناعي ده خطر واذكى من الانسان وسيتخطى ذكاء الانسان والانسان سيتاخر، اعتقد والله اعلم يعني كنت بقرا في كتاب الله فوجدت ايه ربما تكون ربنا بعتها لي علشان احس ان لا احنا الانسان سيبقى عقله هو الاكبر. يعني هي الايه 73 في سوره الحج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.